بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. والفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي ليلة فقرة فنية تكتيكية، فقرة فيها تفاصيل مختلفة شوية. وضيفنا النهاردة ضيف مش عادي، لأن احنا يعني قدرنا في الوقت الضايع زي ما بيقولوا نلحقه كده قبل ما يرجع للسعودية ويواصل مشواره مع نادي الوحدة السعودي، لأنه أحد الشخصيات اللي احترفت هذه المهنة بشكل كبير جدا، وكان ليها دور كبير في مرحلة مع النادي الأهلي، وحاليا من حظ الإخوة طبعا في السعودية أنه موجود معهم في نادي الوحدة السعودي. ضيف النهاردة كابتن محمود سليم، محلل أداء النادي الأهلي السابق ونادي الوحدة السعودي الحالي. كابتن محمود برحب بيك، منورنا ومشرفنا في قناة الأهلي. أهلا بيك يا كابتن محمد، وسعيد جدا أنا موجود معاكم. وطبعا قناة الأهلي دي بيتي والنادي الأهلي بيتنا، وتعلمنا فيه كتير. تمام، انا برحب بيك ومبسوط ان انت معايا النهارده. اهلا بيك. وهو في اجازه سريعه كده قبل ما يبدا بقى فتره الاعداد مع نادي الوحده السعودي خلال الفتره القادمه، لكن في جزئيه مهمه وانا ابدا بتكلم مع الكابتن محمود وامهد بس الفكره، محلل الاداء او السكاوتنج بالمعنى الادق لهذه الوظيفه اللي بتبقى مهمه جدا لاي عمل داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي. محلل الاداء ده دوره بيوضح الامور الفنيه الرقميه من خلال كاميرات تصوير ومن خلال شركات بتعتمد على هذه المهنه لتقديمها في الآخر في تقرير مفصل للجهاز الفني أو للمدير الفني. بمعنى أدق هي الصورة أو المرآة اللي بتبين للمدير الفني شكل الفرقة أو المنافسين لما بيجي يلعب كده، مظبوط؟ ده بالظبط. وطبعا مش بس الفرقة، كمان أنت بتشتغل في التدريبات، بتصور كل يوم التدريبات، بتشتغل على حالة اللعيبة النفسية، حتى يعني بتشتغل أدق التفاصيل. لو في لعيب نفسيا في ملاحظ في حاجة في التمرين أو حاجة، بتبتدي تتكلم مع المدير الفني. بتشتغل على اللعيبة فرديا، إن أنت اللي تقدر توضح للمدير الفني في مثلا مشكله عند لاعب ما في الفينيشنج مثلا، فده لأ المدير الفني يبتدي يوجه التمرين بتاعه لان هو يطور اللاعب ده في الجزئيه اللي عنده دي. فبالطبع يعني التحليل الاداء بقى جزء لا يتجزا من العمليه التدريبيه او من الوحده التدريبيه الاسبوعيه للمدير الفني، لانه بيبني كتير من شغله بناء على الارقام وبناء على الاحصائيات وبناء على الفيديو وبناء على كل المعلومات اللي بتتجمع دي. طيب انت بدات وخدت دورات تدريبيه وسافرت عملت معايشات في المانيا وتحديدا في نادي بروسيا دورتموند تحت 19 سنه فريق الشباب، وايضا كمان في احدى الانديه الالمانيه في الدرجه الثالثه، وكمان عملت معايشه مع المنتخب الوطني الاول ايام هيكتور كوبر ومع محمود فايز اللي كان بيقوم بنفس الدور مع الجهاز الفني للمنتخب في الفتره السابقه، وايضا كان ليك تجربه، واعتقد التجربه دي كان ليها السبق ان هي تنشر المساله دي في مصر، تجربه عين على الاهلي، فكرة تحليل الأداء والسكاوتينج، وإنك تقطعه فكرة الأداء الفرق اللي بتلعب مع الأهلي أو أداء فرقة الأهلي ده في حد ذاته. وحتى أنا أفتكر أيام المدير الفني الأسباني جاريدو كان لكم دور حتى في مباراة الفاينل الأفريقي، مظبوط، مباراة سيو سبور. فالفكرة أنتوا بدأتوها أو تحديدا أنت بدأتها على المستوى الشخصي وبعد كده استمرت، وحتى دلوقتي بقت خلاص الأندية بقت تعتمد عليها، أي نعم مش بالشكل اللي زي ما بيحصل في أوروبا لكن نوعا ما. بالظبط، عين على الاهلي كان طبعا دكتور عمرو عبيد وكان كل القائمين على العمل، وكان تحديدا محمود خليفه وهشام الفقي، كانوا الثلاثه هم كلموني بعد فتره طبعا من الشغل وهم في البرنامج، ابتدوا ان هم بيحاولوا يطوروا البرنامج فبيشوفوا المواهب اللي بتظهر. فعلا تعاوننا مع بعض وعملنا شغل مميز جدا في الجزئيه دي بالذات، خصوصا على السوشيال ميديا كان البرنامج فعلا متابع بشكل كبير جدا. بالظبط. طيب فكره بقى المعايشه والدورات التدريبيه اللي خدتها، ومن خلالها اعتقد الاخوه في السعوديه او المسؤولين هناك ابتدوا يلقوا النظر شويه على الناس اللي بتشتغل في الجزئيه دي في مصر. ممكن نوضح برضو معلومه مهمه، لان ناس كتير بتبعت لي تسالني في الموضوع ده، ازاي انت بدات او ازاي انا ابدا في مجال زي ده، خصوصا ان هو ملوش دراسه معينه. يعني دايما الشركات بره كل شركه مثلا عامله لنفسها سوفت وير معين بيشتغل بطريقه معينه، لما بتعمل دوره لمحلل اداء بتعمل الدوره في السوفت وير بتاعي، ازاي تستغل السوفت وير ده، ازاي تقراه، ازاي تطلع منه فيديو او احصائيه او فالموضوع ان هم مش بيعلمك تحليل اداء، هو بيعلمك ازاي تشتغل على ده. فحاولت اتواصل مع ناس بره فابتدوا ينصحوني، لا انت يعني نصيحتي ليك ما تاخدش دوره، انت تحاول تشوف محلل اداء وتشوف هو بيشتغل ازاي، لان الموضوع يعني حتى الان هو معتمد على خبرات اكتر او على تجربه عمليه اكتر. ابتديت اتواصل مع كابتن محمود فايز، وكان قمه في الاحترام والتعاون، وقدر يعني قعدت معاه اكتر من مره وعلمني كتير واستفدت منه كتير جدا. قدرت اتواصل مع محلل اداء في بروسيا دورتموند تحت 19 سنه، تعلمت منه كتير جدا جدا، وشرح لي العمليه بالتفصيل وفرجني فيديوهات وازاي بيشتغل هو المدرب العام والمدرب الاول، وحتى شرح لي ازاي في برشلونه مثلا بيشتغل والتيم كله بيشتغل ازاي، فتعلمت واستفدت منهم كتير جدا. تمام،
مين بقى الخطوه اللي بتنتظرها خلال الفتره الجايه تعمل معاه معايشه؟ حلم حياتي بيب جوارديولا طبعا. طبعا ده حلم حياتي ان انا اشتغل معاه كمان، مش ان انا اعمل معايشه بس، ليه لا اشتغل معاه واكون عضو في تيم العمل بتاعه، لانه هو مش عنده محل اداء واحد، هو معاه مساعد في الجهاز الفني بيبقى مسؤول عن تيم سكاوتنج وتحليل اداء. معقولة. التيم ده فيه عدد مهول جدا في مانشستر سيتي، في احيانا في مباريات مهمه جدا بيبقى مثلا لكل مركز في الملعب محلل اداء، لكل مركز محلل اداء، يعني مثلا لو في مباراه فاينل لا بيبقى لكل مركز محلل اداء لوحده. وفي الاخر المانجر بتاعهم ده اللي هو مساعد في الجهاز يبتدي يجمع كل المعلومات دي ويختار منها اهم المعلومات من وجهه نظره ويبتدي يجهز التقرير ويعرضه على جوارديولا. يعني السكاوتنج اداره لوحدها، اداره كبيره إدارة جدا ضخمه طبعا في كل الانديه، مش مانشستر سيتي بس، برشلونه ريال مدريد، كل الانديه الكبيره في العالم حاليا بقى فيها اداره سكاوتنج منفصله تماما عن كل ما يدور جوه النادي. ناس بتشتغل على صفقات وعلى الفرق المنافسه، بيبقوا متقسمين بطرق معينه، يعني في كل نادي بيحط الاستراتيجيه او الخطه بتاعته بشكل منفصل تماما بالطريقه اللي تناسبه. في نادي مثلا بيكون فيه خمسه يشغل منهم اربعه على الصفقات، واحد بس مع التيم يحلل الفرق المنافسه. في انديه تانية لا احنا اربعه كل واحد بيمسك، يعني في برشلونه هم اربعه تيم سكاوتنج كل واحد مسؤول عن ست فرق في الدوري، بيروح يصور ماتشاتهم من اول موسم، هو عارف يروح يصور الماتشات ويجهز تقارير مفصله عن كل فريق منهم. وفي بطوله اوروبا بيبقى ليه فريق كل اسبوعين، في بيبقى ثلاثه معاهم 18 فريق بتوع الدوري، بيتفضل واحد الاخير ده بيصور التدريبات وبيصور مباراه برشلونه نفسها ويبتدي يعمل تحليل للفريق نفسه، والمساعد الثاني في الجهاز الفني بيشرف على الناس دي ويبتدي يجمع المعلومات دي كلها ويعرضها على المساعد الاول المدير الفني اللي هو والمدير الفني بيختاروا منها الكبسولات زي ما بيقولوا لنا. اللعيب طبعا مستحيل تقعد تحشي دماغه بالمعلومات، انت لازم تاخد الكبسوله او الحاجه المهمه بالظبط وتديها له. فهذه كانت العمليه اللي انا عرفتها بتتعمل في برشلونه تحديدا في فتره لويس انريكي. يعني السكاوتنج اداره من مجموعه اشخاص، في اشخاص بتقوم بالتصوير، في اشخاص بتقوم بتحليل البيانات، في اشخاص بتقوم بكتابه التقارير، وفي الاخر كل ده بيروح في تقرير مفصل للمساعد للمدير الفني، وفي الاخر بيتم بقى العرض عليه في اجتماع للجهاز الفني ويبدا يشتغلوا على ده ويجهزوا التقرير اللي بيتعرض على اللعيبه في محاضره المباراه. تمام، ده شيء رائع جدا يا محمود والله. طيب في السعوديه مع نادي الوحده انت محلل الاداء الرئيسي بتاعهم ولا برضه بيتم التعامل مع شركات؟ مع ميدو كنت انا محلل اداء ومعايا واحد سعودي كان مساعد، وفي شركتين واي سكاوت وانستات، شركه روسيه واحده ايطاليه النادي متعاقد معاهم، غير السوفت وير كان مختص ان انا بشتغل بيه لايف اوقات الماتشات لو مطلوب حاجه من المدير الفني، لان طبعا انت برضه في الاول والاخر اللي بيحدد لك المهام بتاعتك المدير الفني، وكل مدرسه تدريبيه لوجهه نظر معينه في محلل اداء يشتغل ازاي معايا. بعد ميدو مع المدير الفني الارجنتيني خوان براون كان في مساعد معاه وانا المحلل الاداء اللي بعده. تمام، فكنت انا بعمل شغل وبعرضه على المساعد والمساعد هو اللي بيتواصل مع المدير الفني. تبدا فتره الاداء امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله انا مسافر الاثنين او الثلاث، وهنسافر سلوفينيا عندنا معسكر اعداد ان شاء الله بعد بالتوفيق يا رب يا محمود. شكرا جدا. طيب فرصه وانت معايا بقى استغل وجودك في مصر في بطوله الامم الافريقيه. انت محضر لنا مجموعه صور على اداء منتخب مصر خلال المباريات الاخيره. بالظبط، تبدا معانا وايه اللي عندك بالنسبه لمنتخب مصر؟ منتخب مصر في مباراه امبارح بالتحديد ضد الكونغو كان ظهر في المباراه الاولى ضد زيمبابوي مشكله دفاعيه في طريقه التمركز الدفاعي للاعيبه المنتخب، خصوصا الناحيه اليمين لان محمد صلاح دايما معلق فوق، ففي مشكله محمدي دايما بيروح عليه 2-1. ظهر في مباراه الكونغو ان احنا شفنا عبد الله السعيد كان رابع في وسط ناحيه اليمين. بالظبط، عبد الله السعيد رابع ناحيه اليمين. فكانت الطريقه بتتغير ل 4-4-2، محمد صلاح عبد الله السعيد اللي بيساعد المحمدي دفاعيا، ومحمد صلاح زي ما هو معلق هجوميا جنب مروان محسن. نقدر برضو نشوف الصوره اللي بعدها نفس الفكره اتكررت اكتر من مره، محمد صلاح واقف وعبد الله السعيد تحته وهكذا في الصوره اللي بعديها. لا دي الصوره اللي قبلها اللي بعد كده بدات بقى، لا دي حاله محمد النني في حاله بناء اللعب. محمد النني كان بينزل تحت ايمن اشرف بيزق لقدام شويه عند خط النص. محمد النني بينزل تحت ويستلم بحيث ان انت تعمل ستريتش لوسط ملعب الكونغو، لان لازم واحد منهم هيخرج ورا النني يضغط عليه، فبتبتدي تظهر مساحه صغرى في قلب الملعب ان انت تبني منها. بس دايما كان عندنا مشكله في جزئيه صناعه اللعب دي تحديدا في نص الملعب، ما كانش فيه ابتكار، لان دايما المنطقه دي هي منطقه الكرييشن في كره القدم، هي منطقه الابتكار، هي المنطقه اللي
بتوصل التلت الهجومي، شايف بتوصل الكره التلت الهجومي. اه بالظبط، كان في مشكله كبيره جدا امبارح، دايما ما كناش قادرين نوصل لمحمد صلاح وتريزيجيه ومروان من المنطقه دي، كان دايما كرات كتير ضايعه او في الاخر بنضطر نلعب الطويله، والطويله دايما لعيبه المنتخبات الافريقيه او بيبقى في مهارات فرديه لتريزيجيه او بتيجي الكره من على الاطراف بالظبط، لكن قلب الملعب عبد الله صناعه اللعب من عمق الملعب لا، كان عندنا مشكله كبيره جدا، خصوصا لحد يعني لحد الجول تقريبا لحد دقيقه 20 الهدف الاول احنا ما كناش قادرين نعدي نص ملعب الكونغو، كانوا دايما ضاغطين علينا بالشكل ده، بنضطر في الاخر ان احنا نلعب الكره طويله وخلاص، يا اما اعتماد على فرديات تريزيجيه تحديدا اللي عمل المباراه كبيره جدا جدا، دي بدايه الفكره، ايمن بيبتدي يتقدم والنني بينزل تحته يبتدي يصنع اللعب هو من المنطقه دي ويسحب حد من نص الملعب معاه، تمام يبتدي يخلق مشكله هنا، المفروض في الحته دي بقى بيظهر عبد الله السعيد او طارق حامد يساعد ان هو يستلم الكوره، ده من اهم مبادئ يعني صناعه اللعب دايما في الكوره، ان انت تسند وتساعد زميلك تخلق له حل، يعني ان لما مسك الكوره ما كانش في اي حل قدامه غير ان هو يرجع لحجازي تاني، حجازي بيمسك الكوره ما فيش قدامه حل، تبتدي تلعب الكوره الطويله بالظبط، فدي كانت مشكله كبيره جدا بيعاني منها المنتخب في مباراه امبارح. طيب الصوره اللي بعدها ده الهدف، لو شفنا من بدايه الكوره عبد الله السعيد ومحمد صلاح كانوا عاملين 2-1 في ركله ركنيه، دي يعني دي غلطه ساذجه جدا، الكرات الثابته بالتحديد المدير الفني يعني بياكد عليها مره واثنين وثلاثه في التمرين وفي محاضره المباراه وجوه اوضه اللبس قبل المباراه، بيعلقوا ورق وياكد على كل لعيب لو الكره باصت مين هيجري ومين الاثنين اللي هيروحوا يقابلوا ومين مسؤول عن ايه، فدي غلطه يعني ساذجه جدا من اللعيبه، اكيد المدير الفني مأكد عليها مره واثنين، فانه صلاح وعبد الله السعيد يعملوا الباص ويروحوا 2-1 دي كانت مشكله كبيره جدا من منتخب الكونغو، وقدرنا نستغلها، واعتقد يعني الكرات الثابته بالذات خصوصا ان انت عانيت من صناعه اللعب، فان انت تستغل الكره الثابته دي حاجه يساعدك ايجابيه جدا طبعا، تحسب لك سلبيه هتبقى فرصه الفوز صعبه جدا بالظبط، دي عامل ايجابي جدا يحسب لك. تمام الصوره اللي بعدها دي كانت البدايه ان هم محمد صلاح وعبد الله السعيد 2-1 واقرب لاعب كان عن نقوص منطقه الجزاء لسه بعيد قوي، فصلاح استلم في المساحه دي وعمل الكروس صنع منه الجول. طب انت ممكن من وجهه نظرك من خلال هذه الصوره والفراغ اللي بتتكلم فيه المساحه دي احنا لعبنا عليه ولا ده خطا تكتيكي من المنافس؟ يعني احنا لما اكتشفنا ان في خطا في المنافس لعبنا على ده؟ لا احنا دي 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 بتعليمات من المدير الفني من بدايه المباراه، لان في كل الحالات كلها كده، في كل الحالات دايما لو صلاح اللي بيرفع عبد الله السعيد واقف جنبه مستنيه يعمل له الباص، ولو الناحيه الثانيه عبد الله السعيد اللي بيرفع صلاح بيبقى واقف جنبه، حتى في كوره ثابته في نص الملعب برده كان الاثنين واقفين على الكوره، فهي لا هي لعبه متفق عليها واضح عليها. لا واضح متفق عليها طبعا. تمام الصوره اللي بعدها دي صناعه الهدف، بس دي بعد ما تريزيجيه عمل المجهود بتاعه طبعا في قبل نص الملعب بالظبط، في بدايه الهجمه كنا طبعا برده بنفس التمركز اللي قلنا عليه 4-4-2 عبد الله السعيد يمين وتريزيجيه شمال، اول ما قطعنا الكوره كان صلاح معلق دايما عنده مساحه كبيره ورا الباك ليفت بتاعهم، قدر ان هو يستغلها طبعا والفينش بتاعه كان اكثر من ممتاز. طيب تحرك تريزيجيه في لعبه زي دي ده تحرك فردي تفكير تريزيجيه ولا ده شغل جهاز فني؟ لا ده عامل ابداع فردي اكيد، ابداع يعني فردي بالظبط، عامل ابداع من تريزيجيه لانه عمل مراوغه اكثر من مراوغه دخل لعمق الملعب، فلا ده ابداع، بس التمركز بتاع صلاح ومروان لا ده تعليمات مدير فني، لان انا قررت اكثر من مره الاثنين واحنا بندافع فاتحين دايما عاملين ستريتش الملعب بالعرض، الملعب بنفتحها فاتحين واقفين ورا الباكين في المساحات اللي هي الباكين بتوع الكونغو متقدمين وسايبينها، فالاثنين واقفين وراهم بنقدر نستغل المساحات دي بشكل كويس جدا. تمام وعملنا فعلا في هجمه مرتده كمان اتعملت، بس مروان عمل الباص ضعيف سنه المدافع قطعها قبل صلاح. طب قبل ما نروح للصوره اللي بعدها احنا عندنا مشكله في تمركزات اللعيبه في الملعب؟ في الحاله الهجوميه في مشكله، في الحاله الدفاعيه اتحسنت كتير الماتش ده زي ما قلنا بان عبد الله السعيد مال ورا محمد صلاح، ف حسنا المنظومه الدفاعيه المنتخب بعكس مباراه زيمبابوي عانينا كتير جدا، كان خما بليات والباك ليفت كانوا دايما بيروحوا على المحمدي، فعانينا دفاعيا بشكل كبير، لكن التنظيم في الحاله الهجوميه لا في مساحات كبيره بين اللعيبه، ما فيش يعني اللعيب حامل الكوره ما بيلاقيش اكتر من حل ان هو يقدر يبني الهجمه عليه، ودي كانت حاجه غريبه بالنسبه لي، لان اجيري اول ما بدا كان شكل الفريق احسن كتير وكان بيصنع لعب بطريقه مختلفه عن اللي شفته في المباراه دي، لان كان دايما بنشوف طارق حامد او علي غزال بينزل بين قلبين الدفاع ويعملوا ثلاثه ورا،
وبنشوف اتنين في نص الملعب قدامهم، فبنشوف اكتر من حل دايما ان انت تبني الهجمه وتطلع عليه. كنا دايما التمركز بتاعنا 3-4-3 واحنا معانا الكوره، فعندك حلول على الاطراف، عندك حلول في العمق، عندك حلول قدام. فكان شكل الفريق في المباراه اللي هي في بدايه اجيري بالتحديد افضل. وان كنت اشوف برضو ان هو عشان ممكن علشان غير الطريقه، لانه كان في البدايه بيلعب 4-3-3، بعد كده غير بقى يلعب 4-2-3-1 حاليا، فدي ممكن تكون سبب برضو. طيب الصوره اللي بعدها دي بدايه الهجمه زي ما قلنا، مروان ومحمد صلاح فاتحين عرض الملعب، الاثنين واقفين كده دايما وفريق بيدافع، هم ما لهمش دعوه خالص، هم واقفين فاتحين مستنيين اول ما تقطع الكوره تبص لهم في ظهر الباكات بتاعت الكونغو، فانت قدرت تستغل ده فعلا. دي اللي جه منها الهدف بتاع بالظبط، دي بدايه الهدف، دي بدايه الهجمه. اول ما تريزيجيه قطع الكوره وابتدى يراوغ. تمام. طب دور الباكات فين؟ ما هو الباكات بتاعت منتخب يعني مصر محمدي وايمن اشرف في هجمه مرتده زي دي، بلاحظ دايما ان محمدي وايمن ثابتين واللي بيقوم بالدور تريزيجيه وصلاح. بالظبط، بس في بعض الحالات كان بيحصل انطلاقات، لكن انت برضو بتعتمد على حاله الهجمه نفسها. لو انت في هجمه منظمه لا، المحمدي وايمن بيبقوا قدام بيبقوا معلقين، انما انت في هجمات مرتده دايما هو كان ورا بيدافع، فانت قطعت الكره وتحولت بشكل سريع جدا، والاثنين برضو لازم نحط في اعتبارنا الاثنين مش عندهم السرعات الكبيره انه يقدر، يعني ايمن اشرف مش عنده السرعات الكبيره انه يقدر يتحول هجوميا مع تريزيجيه بنفس السرعه بنفس الاداء. لا ده صعب، بعكس مثلا في النادي بنشوف، في النادي الاهلي بنشوف علي معلول بيعمل التحول في الهجمات المرتده دي دايما، لاعب سريع وعنده سرعه الانطلاق عاليه جدا، فبتقدر تشوفه ظهر في الهجمات المرتده بالذات. طيب الصوره اللي بعدها دي بدايه الهجمه خالص، في الاول خالص التنظيم الدفاعي بتاعنا 4-4-2، عبد الله السعيد يمين وتريزيجيه شمال وقدام مروان ومحمد صلاح. دي بدايه الجول من اول حاله خالص. تمام، لكن وقفتنا كده في الملعب مظبوطه بشكل كبير، انت مايل في اتجاه الكوره، كل الحلول اللي جنب اللاعب اللي معاك كوره عليها ضغط، عبد الله السعيد مع لاعب، حتى محمد صلاح هناك واقف واخد لاعب معاه، مايل اكتر دفاعيا. لو حتى هما فكروا يحول يغير الهجمه الناحيه الثانيه، في احمد المحمدي مش مقرب في حضن محمود علاء، لا فاتح شويه جدا. بالظبط، فهو متوقع انه ممكن تتلعب بالشكل ده، بس في الحاله دي لازم هو وايمن، لان اثنين على اثنين في العمق خطر جدا، لازم هو وايمن يقربوا اكتر. دي لو مع منتخبات اخرى زي السنغال او نيجيريا تعمل كره طويله، الكره الثانيه تبقى بتاعتهم، وحصلت بالزبط. في بدايه المباراه اخذوا كره ثانيه من ايمن اشرف ردها بالهيد، اخذوا كره ثانيه وتصويت على الشناوي. فدي تعمل مشكله لو انت الباك فاتح قوي، لا الاثنين على اثنين في عمق الدفاع دي صعب. تمام. طيب الصوره اللي بعدها ده تاكيدا برضو لفكره صلاح وعبد الله السعيد، خلف بعض على طول. بالظبط، دايما كان عبد الله السعيد اول ما الكوره بتقطع مننا هو بيرجع كده، بس واحنا معانا الكوره لا كان بيبقى في مكانه عادي في عمق الملعب كلاعب رقم 10 بيحاول يصنع اللعب. طبعا هو يعني حتى الان في البطوله ما ظهرش بمستوى مقبول، يعني اكيد مش شايفين تاثيره بشكل كبير، بعكس فترات قبل كده كان عامل ثنائيه مع محمد صلاح خصوصا في بطوله 2017، كانوا الاثنين بيصنعوا لبعض ويسجلوا الاثنين، كانوا مؤثرين اكتر. ممكن ليها علاقه بطريقه اللعب؟ اعتقد لا ملهاش، لان في فتره كوبر كان عليه تعليمات دفاعيه اكتر، وكان اوقات بيعمل الشكل ده واوقات النني هو اللي بيروح، وكان بينزل هو جنب طارق حامد. فلا ما اعتقدش طريقه اللعب، هو ممكن برضو عامل السن الفورمه ممكن ده اثر عليه بشكل كبير، وعامل السن بالذات كمان لما يكون البطوله بتتلعب بعد موسم طويل، فسنك ولياقتك البدنيه مش هتسمح انك تجاري المنتخبات الافريقيه في بطوله كبيره زي دي. بالتاكيد بالتاكيد. طيب دي بقى الصوره اللي دي زي دي الهجمه المرتده اللي شبه الجول اللي صلاح سجله، بس مروان عمل الباص قصير شويه المدافع قطع جانبي ومعمل معملش السرو. بالظبط، فهي كانت دي بتاكد ان فكره تمركز مروان ومحمد صلاح كانت فعلا متفق عليها من الجهاز الفني. طيب. فالجول الثاني لا هو في مجهود فردي من تريزيجيه، بس في اثنين فاتحين الملعب بيستغلوا مساحات في ظهر باكين الكونغو بتعليمات من المدير الفني اكيد. طيب فلسفه اي مدير فني في اي بطوله، انا اتوقف عند هذه الصور لان عندنا صور اخرى بعد كده، لكن فلسفه اي مدير فني عند اي بطوله بتيجي من اختياراته، في فكره معينه في اختيار لاعب او اثنين او حتى لاعب على الدكه لشكل او طريقه لعب. فلسفه اجير في الاختيارات انت شايفها ازاي من خلال الصور اللي عرضتها او من خلال التشكيله اللي لعب بيها والتغييرات اللي في مباراه غير المباراه الثانيه؟ هو انا شفت فلسفه اجيري قبل ما اتعاقد مع المنتخب، ابتديت اتفرج عليه حتى مع فريق الاماراتي، اعتقد كان في الوحده الاماراتي، كان توظيفه دايما بيفضل انه لعيبه الوسط عنده يكون في لاعب بس
اكتر دور دفاعي، والاثنين اللي قدامه كان دايما بيجيب لاعب صانع لعب ويوظفه لاعب وسط ملعب مساند، بيحب لعيبه الكوره، فكان دايما بيلعب استحواذ وبيلعب ضغط عالي وبيفضل الطريقه دي. واول ما بدا مع المنتخب كان بيوظف عمرو ورده لاعب 8 في وسط الملعب بيدافع ويهاجم اكتر منه لاعب صانع لعب رقم 10، كان دايما طريقتنا 4-3-3. مع الوقت ابتدى يغير طريقه لعبه، ما اقدرش احدد اسبابه ايه، لكن بشكل عام انا شفت الاختيارات كانت غريبه، خصوصا ان انت عندك اكتر من لاعب جوكر، وفي البطولات اللي زي دي انت لاعب الجوكر بيوفر لك مكان تستغله في بوزيشن تاني بيحتاج لعيبه اكتر. يعني يعني مثلا انت في خط الدفاع معاك 8 مدافعين، معاك ايمن اشرف ومعاك احمد ايمن ومعاك باهر محمدي، والثلاثه دول جوكر، يلعب باك ويلعب قلب دفاع، ومعاك محمود الونش ومعاك محمود علاء ومعاك احمد حجازي، كان تقدر تستغنى على الاقل عن 2 من دول في مقابل ان انت عندك في 2 كمان يقدر يلعب باك ويقدر يلعب قلب دفاع في نفس الوقت. بالظبط. فيعمل لك حل للمركزين، وعندك عمر جابر يلعب باك يمين وبيلعب باك شمال، فتقدر مثلا ممكن تستغنى عن الونش وعن احمد ايمن منصور مثلا. تبقى وفرت مكانين تحتاجهم في اللي تحت المهاجم اللي انت معاك فيه 4 لعيبه بس، المركز 3 مراكز اللي تحت المهاجم معاك فيها 4 لعيبه بس، مفيش بديل لتريزيجيه، مفيش بديل لصلاح، وليد سليمان نعتبره بديل لعبد الله السعيد، لكن هو لما بيدفع بيه مكان عبد الله، لكن بيوظفه في الملعب يا اما وينج يمين او وينج شمال. فمفيش بديل لعبد الله السعيد حرفيا، اللي هو رقم 10 اللي انت معتمد عليه. فانت فعلا الثلاثه اللي تحت المهاجم كان تقدر تخلق لهم مكان بشكل افضل من كده، انما ان انت تختار 8 مدافعين ده كتير جدا، وكذلك برضو مركز المهاجم انت مختار 3 وبتلعب بفرود واحد فده كتير جدا، وساعات بيلعب بصلاح وما بيعتمدش على الفروده اللي بره. بالظبط. فعامل زحمه على الدكه وفي اختيارات ممكن ما يكونش ليها قيمه بالتكتيك اللي بتعمله في الملعب. بالظبط. فده مضايق عليه الحلول دلوقتي، هو عايز يختار او عايز يبتكر او عايز يوجد حل، مش لاقي حل جنبه على الدكه، مش لاقي حد ينزله يعمل تغيير في شكل الفريق بشكل عام. فهو ضيق على نفسه باختياراته من البدايه. طيب في نقطه ثانيه يمكن اجيري اتكلم عليها في المؤتمر الصحفي قبل مباراه الكونغو الديمقراطيه، قال ان احنا بنستفيد من مباراه الاخرى، يعني السلبيات بنعالجها من كل مباراه الاخرى. اتكلم على في تحسن مستمر في التسديد، واتكلم على ان التسديد في مباراه الاولى امام زيمبابوي كانت افضل من اخر مباراه وديه امام غينيا، واتكلم بعد مباراه الكونغو قال الاستحواذ والتسديد والقطع الكرات والثنائيات وفقدان الكوره بقى افضل من مباراه زيمبابوي. هل الناحيه الرقميه بالنسبه للمدير الفني بتبقى هي المقياس في الاعتماد على هذه العوامل او هذه الامور اللي اتكلم فيها؟ بالظبط. طبعا بتبقى دليل ليه الرقم ما بيكذبش زي ما بيقولوا، الرقم لغه الارقام لا تكذب ولا تتجمل. بالظبط. بس تقراها صح لان بمعنى في رقم، يعني مثلا في رقم ممكن يضللك، بمعنى ان في لاعب زي نقول مثلا مثال ازارو لو حسبت نسبه دقته على المرمى هتلاقيها ضعيفه جدا، يعني مثلا ممكن توصل ل 25% انه بيشوط كوره من كل 4 على المرمى. مروان محسن ممكن تلاقيها 75%، بس ازارو بيعمل 10 محاولات في المباراه، مروان بيعمل 4 بس، فدايما اللي بيعمل اكتر اكيد نسبه دقته هتبقى اقل. بالظبط. انه بيحاول كتير. يحاول كتير. فده قرايتك للرقم ممكن تكون مختلفه. ده القرايه الصح للرقم. فهي دي النقطه بقى. لكن هو فعلا عنده حق انه صحح خطا تكتيكي زي ما قلنا بعبد الله السعيد تحت محمد صلاح. الثنائيات يعني انا شفت النني افضل من المباراه الاولى، المباراه الاولى كان وجوده في الملعب بدنيا متاثر انه مش بيشارك في ارسنال، مش جاهز بدنيا، التحاماته ما ظهرش في التحامات تقريبا. المباراه الثانيه لا، في تحسن نسبي، طارق حامد موجود، لا في التحامات، في قوه، في تحسن، والفريق دايما الفريق البطل زي ما بيقولوا بيتولد جوه البطوله، بيبدا ويعلى بالتدرج مع المباريات. تمام. طيب عندك حاجه ثانيه على منتخبنا الوطني ولا نخش بقى على المنتخبات الاخرى؟ ندخل على المنتخبات الثانيه. طيب نبدا بالجزائر. انت كان ليك سبق في رصد نقطه مهمه جدا، الظهير الايمن والظهير الايسر للمنتخب الجزائري، وبالمناسبه النهارده الجزائر كسبت السنغال بهدف مقابل لا شيء، وده اللي بياكد نظريتك انك متابع الامور دي الفنيه. بالظبط. دول خارجين من اكاديميه، فكره التطوير للمنتخبات مش الاعتماد على الانديه بس،
لا في تطوير في اكاديميات. يعني اشرح لي الجزئيه دي عشان البطوله دي لازم نطلع بالايجابيات حتى لو فزنا بالبطوله بالزبط. عشان فلسفه كل اتحاد سواء في اختيار مدرب او في اختيار لعيبه نستفيد بيها في بطولات اخرى. بالتاكيد طبعا. واحنا شغالين في الاهلي في السكاوتنج الديبارتمنت اللي اتعملت كنا دايما بنرصد دوريات شمال افريقيا، فلاحظنا ان اغلب المواهب اللي موجوده في الدوري الجزائري اغلبهم لاعب يا اما لاعب معار او بيع من نادي اسمه بارادو. فبدأنا نشوف ايه نادي بارادو ده اكاديميه اتعملت وكل المدربين اللي فيها اعتقد برتغاليين على ما اتذكر، ورئيس الاكاديميه دي بنى المشروع من الصفر، ابتدى ان هو يطور فيه. حاليا هو بينافس في الدوري واعتقد حصد مركز ثالث الموسم اللي فات وهيشارك في البطوله الكونفدراليه الموسم الجاي، ورئيس النادي ده هو رئيس الجمعيه دلوقتي في الجزائر. فالمشروع فعلا نجح مثمر جدا، وفعلا اي موهبه موجوده في الجزائر حاليا نتاج هو المشروع ده الاكاديميه دي بالظبط. لقيت ان عندهم الباكين بين سبعيني وعطال الاثنين محترفين في الدوري الفرنسي وعاملين اداء هايل، وفي في عيون الكشافين عليهم، في كلام ان عطال لو استمر في الاداء ده والتطور بتاعه انه بيتطور مباراه لاخرى. شفت حاتم طرابلسي بيتكلم عنه انه كل ما بيشوفه في مباراه بيلاقيه احسن من المباراه اللي شافه قبل كده، فانه عليه العين. وفي كلام انه لو فضل في التطور ده باريس سان جيرمان يتعاقد معاه. الولد من نتاج الاكاديميه دي بين 70 الباك ليفت برضو من نتاج الاكاديميه دي. فلا الناس فعلا بنوا مشروع صح وفعلا استثمروا في لعيبه صح وقدروا في الاخر ان هم يخرجوهم وشافوا الناتج بعينيهم، ودي اهم يعني دي المتعه الحقيقيه فعلا ان انت بتشوف نواتج المشروع اللي انت بنيته بايدك. بالظبط ده التخطيط، انك بتشوف الاماكن اللي كان عندك مشكله في المنتخب الجزائري الباك رايت والباك ليفت، اعتمدت على يوسف عطال ورامي بين 70 لان كمان عندك في ناحيه الهجوميه امكانيات عائله، يعني يوسف البلايلي، بغداد بونجاح، رياض محرز، حدث ولا حرج، ايضا كمان في لعيب في نص الملعب بن ناصر ده من اكاديميه ارسنال الانجليزي ومعار حاليا اعتقد في الدوري الايطالي اعتقد. سفيان فيجولي عامل اداء هايل النهارده، مكلف بادوار تكتيكيه دايما بالضغط على نمره 6 في نص ملعب المنتخب السنغالي اللي هو عقل الفريق اللي بيحرك اللعب اللي بيوزع اللعب، كان دايما بيضغط عليه مستايبه في كل مكان. فكان لا ليه دور تكتيكي مهم جدا النهارده. اذا ظهور الجزائر مش وليدة الصدفه، لا في تفكير وفي تخطيط بالزبط. حتى اختيار جمال بلماضي، يعني جمال بلماضي على فكره هو التلميذ رابح ماجر، ورغم فشل رابح ماجر لكن جمال بلماضي قدر يثبت وجوده بعد تجربه ناجحه في قطر. ده حقيقي جمال بلماضي مدير فني واضح من شكل الفريق في الملعب، لا في مدير فني قوي وفي شغل واضح وفي تاثير واضح للمدير الفني وفي اسلوب لعب واضح وفي في دراسه للخصم، في شغل كبير واضح بالظبط. وانت بتتفرج عليهم شايف فعلا المدير الفني لا محضر صح اشتغل صح. يمكن بس التغييرات اعتقد يعني تدخلاته اعتقد متاخره شويه، خبرات لسه صغير ممكن الموضوع ده بالزبط. وبرضو ان هو يكون في تنسيق مع اعضاء الجهاز الفني لان في لعيبه يعني بتقل بدنيا يبتدي حد ان هو يفكره بس او يقول له على لاعب قل بدنيا فيبتدي يغيره لان ده مهم جدا. تمام. عندك فلسفه ثانيه في الاتحاد الايفواري، ايه الفلسفه اللي معاك؟ ابراهيم كامارا طبعا المدير الفني اللي هو خد عده تجارب في كوت ديفوار مع منتخبات شباب ومنتخب محليين وقدر ان هو حاليا مع المنتخب الاول. كامارا خد مع المنتخب 21 مباراه، حقق الفوز في 9 مباريات واعتقد تعادل في 9 زيهم. معدل النقاط بتاعه مقبول جدا ان هو 1.7، فده معدل مقبول جدا. نسبه استحواذهم كانت في مباراه جنوب افريقيا الاولى كانت اقل، ولكن الفرق كبير جدا في الفعاليه، يعني جنوب افريقيا كان استحواذه 56% لكن عمل محاولتين بس على المرمى، كوت ديفوار استحواذهم 44% لكن عمل 9 محاولات على المرمى، فكان الفعاليه الهجوميه للفريق اقوى واشرس بكتير جدا. فكان واضح فعلا ان المدير فني جاي بمشروع، وخصوصا كمان مع الغيابات زاها وبولي، فخصوصا ما بداش يوم اول مباراه ما تاثرش على الشخصيه كمان بالظبط. ده حقيقي. لا والفكره ان دايما في ساحل العاج بيعتمدوا على المدرسه الفرنسيه المدرسه الهولنديه، لما يجيبوا مدرب وطني بالنسبه لنا غريبه، لان حتى اسيك ميموزا بيعتمدوا على الاكاديميات وبيعتمدوا على مدربين اجانب. لما تجيب المدير الفني المنتخب من البلد نفسها ابن البلد وسبق ليه
تدريب منتخبات ناشئين وشباب منتخب محليين. إذا أنت بتحط القاعدة من تحت عشان لما يطلع للدرجة الأولى أو المنتخب الأول يكون عنده خلفية عن عدد كبير من اللعيبة يقدر يقيمهم في عدد معين في قائمة يلعب بطولة أفريقيا. بالظبط. وكمان شايفين مش اختيار مدرب وخلاص، يعني مش فكره سي في بس. وكمان شايفين ده في دول تانية، يعني في السنغال اليو سي سي، وشايفين في جنوب افريقيا موسيماني بطل على حق دوري ابطال افريقيا مع صن داونز، مدير فني محلي بيطور من نفسه وبيشتغل وبيسافر يختار لعيبته بنفسه. فشايفين الفكره المدرب المحلي طالما قادر ومؤهل ودارس، ليه لا تديله فرصه وتجربه في مرحله، ولو حقق نجاح تنقله المرحله الاعلى وهكذا لحد ما يوصل الفريق الاول المنتخب الاول، ليه لا. تمام. طيب واحنا في اخر 5 دقائق من الفقره الممتعه معاك يا محمود، بصراحه انا سعيد جدا بهذه الفقره. عندك جزئيه عن الاهلي مع مارتن لاسارتي خلال الفتره السابقه. بالظبط. ايه الاطار اللي انت شفته وانت متابع الاهلي في الفتره الاخيره؟ مارتن لاسارتي يعني مختلف من خلال صور انا اعرضها دلوقتي. بالظبط. هو مختلف في طريقه لعبه بشكل كبير عن مدربين السابقين في النادي الاهلي. يعني شفنا كتير من بدايه من جاريدو، حسام البدري، بيسيرو، مارتينيول، مختلف الاسماء اللي جت النادي. كان دايما الفكره ان اللي عندك اللعيبه الثلاثه اللي تحت المهاجم يبتدوا يدخلوا لعمق الملعب عشان يخلقوا مساحات على الاطراف للباكين ان هم يتقدموا، وتبتدي تعمل الزياده العدديه بالوينجرز بتاعك اللي دخلوا عمق الملعب، دول هم اللي بيعملوا الزياده العدديه في المنطقه. مع مارتن لاسارتي الموضوع مختلف شويه، هو مقتنع انه بيعمل توسيع او ستريتش الملعب، يفتح الملعب. بالظبط. بيوقف حسين الشحات ورمضان على الشمال وحسين اقصى اليمين، وابتدي يلعب يدور اللعب، يفضي لاعب منهم. يعني وانت بتجمع لعب مثلا في اليمين، الفريق الثاني بيبتدي يعمل الترحيل بتاعه، بتفضل مساحه في الجبهه العكسيه للاعب اللي هو عندك ماسك الخط اصلا، تايل له ما يدخلش لعمق الملعب، تبتدي تلعب له الكوره. بتحصل الزياده العدديه من الثنائي بتوع وسط الملعب، دايما كان كريم نيدفيد وعمر السوليه. في البدايه كنا ماشيين بشكل هايل مع لاسارتي بسبب الاثنين متناغمين جدا، كان دايما واحد بيزيد واحد على المنطقه، واحد بيريح الثاني الزياده والارتداد. ده كان بيظهر بالظبط. ده كريم نيدفيد شايفينه، كانت في مباراه اعتقد دي سيمبا التنزاني. ده الجول بتاعه. كمل في المنطقه وحسين الشحات عمل له كروس وقدر يسجل منها هدف، سجل في المباراه دي هدفين، وسجل في شبيبه الثوره برده بنفس الطريقه من كروس برده، هو اللي زاد في المنطقه وسجل. تمام. شفناه كمان في الدوري في ماتش الجونه في اكتر من مباراه. ده مثلا ده اعتقد ده فيتا كلوب. فيتا. دي الفرصه اللي ضيعها، كان اجاي لعب بالراسيه هو اللي كمل عمل فولو على الحارس وضيعها. فكان دايما كريم نيدفيد والسوليه هم اللي منجحين فكره لاسارتي. لما جت اصابه مع اصابه كريم نيدفيد وبقاء السوليه وتغيير اللاعب الثالث دايما جنبه، فكان دايما السوليه عنده حته الخوف شويه من ان انت نص الملعب يفضى، فكان بيزيد مره او مرتين في المباراه، فغير شكل الطريقه او الفكره. قللت الكثافه جوه المنطقه، فقللت الشراسه الهجوميه بتاعتك، فقللت الفعاليه الهجوميه، بقيت الفريق بتاعك بيخلق كم كبير من الفرص بس ما بيقدرش يستغل ده بسبب ان الكثافه الهجوميه قلت بشكل كبير. اعتقد كان الحل في الوقت ده ان انت تزود مهاجم تاني مثلا. بس ما ضغط الماتشات يا محمود اعتقد كانت الوقت صعب عشان تقدر تحضر بديل لده. ده اكيد طبعا. بس هي فكره يعني ان انت ممكن كنت تجرب مثلا تزود مهاجم اجايي مثلا، لو يلعب مهاجم تاني بينزل وبيبتدي يزيد، وانت اول ما توصل الكره على الطرف يبتدي يزيد يعمل زياده عدديه مع ازارو مثلا، واجايي بيقدر يعمل الدور ده بشكل كويس، فكان تقدر توجد لها حل يعني. تمام. النقطه الثانيه في قصه الجانب البدني والاحمال البدنيه، كان عندنا مشكله دايما في الاهلي في اخر موسمين او ثلاثه مع تلاحم المواسم، او حتى في فتره في عملنا مع كارتيرون اعتقد عملنا معسكر اعداد، بنبدا الموسم بحمل البدني الفريق جاهز عالي جدا، وده كان غريب بالنسبه لي. انت المفروض بتبدا 50-60% وبتعلى مع المباريات مع الموسم. فكان دايما بتبدا باقصى حاجه وبتبتدي تنزل لحد ما بيجي وقت معين في شهر 11 شهر 12 بتبتدي يحصل الضرب، تخسر في بطولة افريقيا، بتخسر ماتشات في الدوري، تبتدي تخسر حاجات مفاجأة، وبعد كده تلاقي الفريق تاني يحاول يجمع نفسه يرجع تاني في شهر واحد يبدا يكرفي على تاني. بالظبط. فالموضوع الجزء البدني اعتقد محتاج تركيز اكتر من كده، او تركيز الشغل عليه اكتر من كده، لانه بقالنا اكتر من سنة فعلا بنعاني من الجزئية دي. بس علميا لو ارتبطنا باللي بيحصل في الكرة المصرية، اكيد التخطيط للدوري وترتيب المباريات وبدايه الموسم ونهايه الموسم شبه مستحيل، وده اللي بيأثر على ده حتى على فرقه الاهلي. بالظبط. طبعا ده حاجه مؤكده ان انت مش عارف جدولك، مش عارف هتلعب انت ولا فين ولا ازاي ولا اي حاجه. فبتيجي تحط خطتك هتحطها بناء على ايه اصلا؟ انت بيجي لك ماتش في وسط 10 ايام راحه، وبعد كده تاخد 20 يوم راحه، فمستحيل تقدر تظبط احمالك البدنيه.
تمام، كلمة أخيرة لو تحب تختم بها هذا الحوار يا محمود. أتمنى التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله نحقق البطولة بإذن الله، وإن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي، وموفقين في قناة النادي الأهلي إن شاء الله، ودايما الأهلي فوق. بغض النظر عن الأمنيات، أبرز المرشحين للبطولة الإفريقية؟ منتخب السنغال قوي جدا، منتخب الجزائر، ومنتخب المصري. والمغرب؟ أعتقد المغرب، كوت ديفوار، نيجيريا، هيكون في تنافس بينهم. لأن جاي بيتسحب بيكسب واحدة أو بيلعب المباراة على قدها. محمود سليم، محلل أداء في النادي الأهلي سابقا وحاليا في نادي الوحدة السعودي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب. ومن فترة كده للتانية هنحاول نخطفك كده شوية معنا في قناة الأهلي. أكيد إن شاء الله، شرف ليا ومشكر ليك جدا، وإن شاء الله أكون دايما في بيتي في قناة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله. بالتوفيق لك يا محمود، وإن شاء الله تشرفنا كده في دوريات العربية، وإن شاء الله يعني تحقق حلمك وتكون موجود مع بوب جوارديولا أيا كان بقى، في مانشستر سيتي، يرجع برشلونة، طالما معاه ان شاء الله، طالما معاك احنا هنبقى معاك ان شاء الله. ان شاء الله، او نجيبه الاهلي. او نجيبه الاهلي. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا محمود وكل التوفيق ليك. شاكر جدا. شكرا جزيلا. فقره فنيه تكتيكيه مختلفه شويه، لان الاداء الرقمي او التحليل الاداء لما بيبقى من خلال دورات او معايشات وبيتم العمل فيه بشكل محترف مهم جدا، لان كمان الامر مش مرتبط بشخص او اثنين، لا ده عباره عن شركات واطقم عمل بتشتغل مع مدربين مساعدين للاجهزه الفنيه، قصه كبيره جدا. لكن في النهايه العلم ده هو اللي هيوصلنا للشكل العالمي او الشكل الاوروبي اللي بتمشي بيه الانديه الكبيره، سواء برشلونه، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، اليوفي، كل الانديه الاوروبيه المتعلقه الفتره الاخيره، وبالتاكيد على راسهم ليفربول مع يورجن كلوب. الفقره الثالثه والقادمه فقره مهمه جدا ومميزه مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، انتظروها بعد الفاصل، وان شاء الله التقي بيكم على خير خلال الفتره القادمه مع حلقات جديده من برنامج الأهلي الليلة.